عملت اللي عليها، ولكن عندنا مدير فني لا يفقه شيء. عندنا ناس بتديروا الكره في مصر يهمهم مصالحهم الشخصيه، ما يهمهمش مصلحه بلده. لو فيهم واحد بيغير على بلده مش هيبقى في شكل منتخب مصر في بطوله اوروبا. انا مش عايز اقول كلمه تانيه، ولكن لو عندهم دم ياخدوا بعضهم ويمشوا في 60 داهيه تاخدها. السلام من يمشوا لو هم عايزين يطوروا الكوره في مصر يمشوا. كل الله يفقهم اللي بيديروا الكوره في مصر ما يعرفش حاجه عن الكوره. كل الناس عايزين ياخدوا اللقطه، عايزين الفلوس، يمشوا في 60 داهيه. خرجوا، ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.